يا محمد حسام بكتر يا زلمه، شو بفهمك بالمواضيع لحظة هذه؟ حسين الصباغ انه بس هو يكون بكتر انا ايه بكون بالصين. انت وين بتكون؟ بس شو ما حتعرف تركبها هذه؟ ابو بحط الكب خاوة وغصب من عنه كمان. هلا على الحالتين حسين، قول له فرجيني حالك. على الحالتين حسين تارك تابلو اصلا سبير يعني لل 39 فوق، الله يستر. مثل ما قلت لك يا حسين، ال 39 يعني ركبتها، فرجيه يا صاحبي منيح ورح اقول لك يا جاكارتك. وما راح اقول لكم شيء لك زباين صباغ جروب، راح اقول لكم كلمه، تعالوا تعالوا.